بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة سنشرح عن convex sets في هندسة أقليدس، وكما عودنا تعريف المجموعة تسمى convex sets إذا كان لأي نقطتين في المجموعة PQ فإن السيجمنت كله يقع في PQ. إذا نقطتين من المجموعة انتموا لكي فالسيجمنت كامل جوات الكي، هاي تسمى ايش؟ كومبكسات. طبعا في عندي نظرية انه تقاطع اي عدد من الكومبكسات يبقى كومبكس، تقاطع اذا كان السي كولكشن كي الفا كلهم كومبكس فالتقاطع اذا كومبكس. هذا هو ايش؟ البرهان، سهل جدا. طبعا تقاطع كل الكونفكسات التي تحوي مجموعة من النقاط تسمى الكونفكس هل تاع أوميجا. يعني إذا كانت أوميجا مجموعة من 10 نقاط، أصغر كونفكسات تحوي 10 نقاط كلها بسموها إيش؟ كونفكس هل، ويرمز لها بالرمز CH أوميجا، CH من كونفكس هل. طبعا الكونفكس هل نظريات هو كونه تقاطع كونفكس فهو كونفكس، اذا كونفكس هل دائما كونفكس. وفي عندي نظريات شو تقول؟ انه سي اتش اوميجا تساوي الاوميجا اف اند اون اف اوميجا از كونفكس، زي اللي بيعرفوا التوبولوجي الكلوجر، المجموعه كلوزد اذا كان الكلوجر بتاعها سوا نفسها، نفس مبدا تعريف الكلوجر. وسي اتش للنقطة بي تساوي بي لانها بي كونفكس، نقطة واحدة بكونفكس، طبعا نقطتين مش كونفكس. سي اتش للبي كيو لنقطتين، اصغر كونفكس يحوي نقطتين هو السيجمنت الواصل بينهما وليس الخط، لانه اصغر كونفكس بدك. بروف اور ديس بروف، سؤال لك، اذا كانت أوميجا 1 وأوميجا 2 كلاهما كونفكسات، هل الأوميجا 1 اتحاد الأوميجا 2 تبقى كونفكس؟ طبعا الجواب فولس ديسبروف، وعليك أنك تجيب مثال. بنيجي للبلين سيبريشن بوستلت تكملة المادة. شو البلين سيبريشن بوستلت؟ بوستلت 12 في الكتاب بيقول لي فور أني بلين، هاي البلين، وأي خط في البلين قاعد في البلين، فإن باقي نقاط المستوى. شو معنات باقي نقاط المستوى؟ يعني قام مطروح منه L، هاي عبارة عن اتحاد مجموعتين C1 مع C2 بحيث كلاهما كونفكس، ويسمى كل واحد فيهم هاف بلين، والخط هذا اللي فاصل بيناتهم يسمى إج، يسمى إج. هاي مصطلحات لازم تحفظها، هاف بلين، إج، ونقطتين in the same side إذا كانوا بنفس السي، وبسموه إن opposite sides إذا واحدة بالسي 1 والتانية بالسي 2. طبعا الفحص بيناتهم إنه بنفس السايد ولا لا، إنه السيجمنت الواصل بيناتهم هل هو يقطع الأل ولا لا. إذا قطع الأل معناته تنتين وين؟ في opposite sides. إذا ما قطع الأل معناته they are each on the same side. بنيجي لثيورم 9. طبعا في ثيورم سابقة، شو هاي النظرية بتقول؟ the space separation theorem. space separation theorem شو بتقول لي؟ بتقول لي لو أخذت space كامل لكل نقاط اللي في الهندسة، أي بلين يقسم باقي نقاط المستوى، باقي نقاط السبيس إلى مجموعتين كل واحدة فيهم كونفكس، هاي واحدة فيها فوق وواحدة إيش؟ تحت. هاي بصفحة 65، كل واحدة كونفكس، وأي نقطة من كونفكس واحدة إلى الكونفكس الثانية لازم يقطع مين؟ الخط المستوى.
طبعا في عندي بعض التسميات اللي هو هاف سبيس اللي هو الكونفكسيتي لحالها نص الفضاء هاف سبيس واحد فوق واحد تحت. وفي عند الفيس اللي هو البلين هذا اللي فاصل البلين الفاصل بسموه فيس. وفي عندي اصطلاح سيم سايد وابوزيت سايد نفس مبدا ايش اللي قبل. هلا بنيجي للانجل اند انجل ميجرمنت قياسات الزاويه. ما هي الزاويه؟ ان انجل از ذا يونيون اوف تو ريز which have common end point سميناهم concurrent and do not lie in the same straight line. ما بصير تقول لي خط ري مع الأوبوزيت بطلع خط كامل مراحة الزاوية. إذن الشعاعين لازم يكونوا concurrent زي هون كونكرنت ينطلقوا من نفس النقطة C وهذا الشعاع وهذا الشعاع they are not collinear they are not collinear. طبعا إذا كانوا بنفس الاتجاه بيطلع شعاع نفس الشعاع ما صاروا شعاعين. إذا كانوا opposite بيطلع اتحادهم إيش خط ما صارت زاوية. طبعا هذا يسمى صاد للزاوية وهذا يسمى صاد وهاي بسميها فيرتكس رأس الزاوية. فما تقول لي والله هاي الزاوية لا الزاوية هو شعاع اتحاد شعاع. كل زاوية في لها مقياس هاي بوصلة 13 بتقول اف ار عدد موجب وين راحت ساعتها في عندي كورسبوندنس مع كل زاوية في اشي اسمه مقياسة ويرمز له بالرمز هذا. مع كل زاوية في مقياس. احنا عندنا ال 180 ار اللي هي بالستينات وبالراديانز اللي هي الباي. ففي عندنا تحويل من نظام لنظام من 60 للباي انه ميجر اي بي سي ار على ار يساوي ميجر بالنسبه لاس على اس. وفي بوصله 15 البروتراكتور بوصله اللي فرضيه المنقله بتقولوا لي اياها موجودة في الكتاب صفحة 71. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.